لي معايا تكوني متغربة على ود امك وراجلك وليداتك، حتى كيوصلك فيديو فيه امك وراجلك في الفراش. والمشكل ماشي هنا، المشكل هي فاش واجهتهم الهضره اللي قالوا لي، والمصيبه الكحله اللي اكتشفتها. الجميلات ديالي، اميراتي الفنات اللي منوري لي الحياه، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهرزاد. كيف ما وعدتكم قبيله، هانا رجعت معكم في القصه الثالثه ديال اليوم. ياك تهليت فيكم كنتمنى انكم تنتم تهلاو فيا. ديروا لايكات، تعليق زوينه، وطبعا اللي مازال ما تابوناش اتابونا وفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. ودابا ندخلوا مباشره لهاد القصه اللي كتشي مش على الراس حرفيا. واحد القصه البنات، واحد القصه نرقد ما كنسمع القصص كنقول صافي هادي راه هي الاخره، هي الاخره، ما كاينش حاجه اكثر منها. حتى كتجيني قصه اللي كتشيبني. سمعنا بزاف على الامهات اللي كيديروا الزبيل، شفنا كاع امهات اللي مشاو مع الرجال ديال بناتهم. بالحق فحال هاد القصه وفحال هاد الخبز، هادشي راه بزاف، راه بزاف البنات. المهم ما نسيتش نطول عليكم وندخلوا في القصه ديالنا مباشره. سميتي ياسمين، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي اللي بدات نهار اللي الاب ديالي شاف ميمتي، شافها وحماق عليها ولصقها لصيق باش دير معها علاقه. وميمتي ما كانش من العاكزين بحكم ان الاب ديالي كان ميسور الحال. فعلا هضرات معاه ومن ثم علاقتهم بدات، وما داش بزاف حتى اكتشفت انه مزوج. با جاهني شان وقال لها نكذبش عليك، انا فعلا مزوج وعندي الوليدات، بالحق انت عجبتيني بزاف وبغيتك الحلال. ميمتي بحكم الظروف اللي كانت كتعيش فيهم كانت واحد المراه اللي من واحد الاسره اللي على قد الحال، وتغرات والاب ديالي كان راجل لاباس عليه وقال لها انا غنكتب لك الدار واللي بغيتيها نديرها لك. المهم زواجنا يبقى في السر وحتى شي واحد ما يسرق لي الخبر. ميمتي قالت ليه مرحبا وعلاش لا، وهذيك الساعه كانت وافقات. با كان جا عندنا للدار عند جدي وجداتي وكنخطب ميمتي من عندهم، ومن موراها طيحوا العقد ما داروا لا عرس لا والو. هز ميمتي ومشى سكنها في الدويره اللي شرى ليها وكان عايش هو وياها بخير وعلى خير. من نهار الاول شرط عليها انه ما يقدرش يبات معاها الا من نهار اللي كذب على مرته ويقول ليها مسافر، وقال ليها الا مرتي ساقت الخبر علاقتنا غتسالي في هذاك النهار. قال لها كوني مأكده من هذا الشيء، ما يغركش الشيطان وتقولي غديري هكا ولا هكا. وقال لها حتى شي واحد ما يعرف هذا الشيء، وما ديري الصحابات ما ديري الجيران. كان خايف بزاف وكان كيبغي مرته بلا قياس، غير ميمتي تزعط فيها حيت ميمتي ديك الساعه كانت باقا صغيره وزوينه وعاطيه العين. المهم هي هذيك ميمتي في الاول كانت موافقه وما كانش مسوقه، لانها كانت عايشه واحد الحياه اللي ما عمرها ما عاشها في دار باها. با كان كيصرف في الهبال، كيصيفط ليها الفلوس، ما كيخلي ما كيشري ليها، تكسى تاكل وتشرب تسافر، مهم عايشه في النعيم. دوزت واحد المده حتى النهار اللي حملت بيا. فاش حملت بيا با في الاول ما كانش عاجبو الحال، ولكن ميمتي بدات عليه بالتبلحيس وقالت له حقا والواد انا خاصني بنيته ولا وليدي ونسوني في الدار، انت كتمشي عند مرتك وانا كنبقى بوحدي وكنعس وكنخاف. المهم با شاف حتى عيا وقال لها واخا لالا ماشي مشكل الدنيا هانيه. ميمتي حملات بيا ودازت دوك الايامات بخير وعلى خير حتى النهار اللي ولداتني ولصقات بالصيغ باش يدير ليا الحاله المدنيه. قال لها شوفي ما نقدرش نقيدها في الحاله المدنيه. قالت لي انا ما يمكن لياش. قالت له كي غندير ما كي غندير. قال لها شوفي صبري عليا غير شويه نشوف شي حل، نشوف واش نقدر ندير حاله مدنيه اخرى، المهم نشوف شي طريقه اللي نقدر نقيد بها هاد البنت بلا ما مرتي الاولى تثق ليا الخبر. المهم ميمتي قالت لي واخا، وهاد الهضره بقات كطوال من شهر لشهرين ولات عام وعامين. وبا ما دار حتى شي حل، عايشين بخير وعلى خير واكلين شاربين لابسين ومنقص عينا حتى شي حاجه، ولكن كان كيخاف من مرتو بلا قياس. ميمتي صبرات حتى عيات، وفي واحد النهار جا وسوس ليها الشيطان، وخاصه من مورا ما شافت مرتو الاولى اللي كانت مرا كبيره شويه في العمر وكانت صراحه عاديه شكلا. المهم فاش شافتها قالت واش هو غيتخلى عليا انا على ود هاد الشارفه؟ ايوا وسوس ليها مزيان الشيطان وهزت راسها ومشات عند المراه وقالت لها شوفي انا راني مزوجه براجلك وعندي معاه بنيته. السيدة كيف ساقت الخبار طلع ليها السكر ولا حالتها حاله. عيطت الراجل وقالت له هذه هي الاخره اللي معاك ودابا طلقني. الراجل قال لها قولي لي غير اشنو طاري. قالت له جات عندي مرتك الثانيه وقالت لي وقالت لي. با ديك الساعه ما بقاش كيقشع، كان جاولة على امي اليمين ديال الطلاق وقال لها من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك، ورقه الطلاقه كتوصل حتى لعندك. ميمتي بكات وجدبات، وفي التالي ما لقات ما دير، طلبات وزوقات وما وصلت معاه حتى شي حل، خاصه ان با مرته الاولى كانت شطات عليه انه باش يبقى معاها خاصو يطلق امي.
المهم تيتما بدات كتجري وتجاري كدير المستحيل غير باش ترجع با بالحق با ما رجعش. ومن موراها بدات كتجري ليا في الوراق بزز البنات باش قيدتني في الحاله المدنيه الطلوع والنزول والمحامي والجرى من هنا ومن لهيه. المهم قيدتني وبا بدا كيصرف عليا ولكن علاقته بمي ديك الساعه تقطعات. تيتما تسوقات حيت كانت واحد المراه اللي زينه والناس كانوا كيقولوا انه كانوا عندها العلاقات. انا البنات ما عمرني ما عقلت ولا شفت شي حاجه. اللي عارفه ان في ديك الوقيته كانت خلات هذيك الدار اللي كنا ساكنين فيها كراتها وكنا مشينا للدار ديال جدي وعش فيها انا وياها وجدي وجداتي. وهذوك الفلوس ديال الكرا زائد الفلوس ديال اللي كيعطيها با كانت هما باش كتصرف علينا وعلى حتى جدي وجداتي ولات هي اللي هزت الدار. غادي نبقاو هكاك سنين حتى النهار اللي غتمشي جداتي توفى وغيتوفى جدي وتما غيردو لينا الخوال وغيبغيو يخرجونا من الدار وغيقولوا لينا انهم محتاجينها وباغين يبيعوها وغيقولوا لهم انت اصلا عندك الدار. مهم في الاول عكسات ولكن في التالي كانت لقات هذاك هو الحق وكان خاصها ضروري ما تخرج من الدار. كنا خرجنا الكراي ومشينا سكننا في دارنا وتقسم هذاك الورد وهذاك الشيء اللي جا في حق مهمتي كان شداتو ودارت به واحد المشيريع اللي ما كملش البنات حتى واحد ربع شهور مقاده وكان سداتو حيت المشروع كان فاشل من البدايه. المهم في ديك الوقيته امي كانت زيرات بزاف وكانت ناضت وكرات هذيك الدار اللي كنا عايشين فيها ومشينا كرينا واحد البيت مع الجيران وعش فيها انا وياها. انا حتى لهذيك الوقيته كنت مازالها كنقرا وما تسمعوش القرايه وتقولوا هذه شي وحده مش شهيده. انا كنت مطنقه يعني كنت غير كنجر الاعوام وخلاص. والاب ديالي مسكين كان كيصرف عليا ومخلص عليا مدرسه البريفي وكل شيء ولكن اختكم ما كانش عينيها في القرايه. المهم غادي نبقاو هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي غيتوفى الوالد كانت في عمري شي 16 ونص 17. المهم نهار اللي غيتوفى با كنت غادي نحما قبل بكا واخا علاقتي معاه كانت بارده ولكن حسيت ان الاب ديالي توفى وان صافي هذاك السند ديالي وهذاك الشخص اللي كنت كنقول له وقعت ليا شي حاجه غنلقاه في جنبي ما بقاش البنات. ايوا مهمتي في ديك الساعه كانت كتفكر في حاجه وحده هي الورد وكانت هزات راسها ومشات وجلسات ليهم تما ودارت ليهم مسمار شحا وقالت ليهم ما نخرج حتى بحال انا وقد حق بنتي ديال الورد. ايوا تما غتكتشف ان با الله يرحمه في هذا النهار كان كتب كل شيء لمرتو ولولادها وانا ما خلى ليا باش نقص النيه. مرتو الاولى كانت حافظه صوارها وكانت هذا هو الشرط ديالها باش انه يبقى معاها. المهم مهمتي كانت غادي تستاج جرات وجرات حتى عيات ومصورات حتى شي حاجه حيت با كان كاتب داكشي بيع وشراء ماشي مثلا كاتبو هيبه ولا كاتبو فهمتوا يعني البيع والشراء ما عندك ما تدخلي فيه. صافي مهمتي تما استسلمت الامر الواقع وكانت عرفات ما عندها ما تصور ورجعت انا وياها عاوتاني لهذيك البيت عايشه فيها انا وياها وهذاك الكرا ديال هذيك الدار هو اللي ولينا كنعيشوا به يعني هو اللي ولينا كنخلصوا به الكرا ديال ديك البيت وكناكلوا به ونشربوا به. انا من نهاري خرجت من هذيك المدرسه ديال الفلوس ومشيت للمدرسه ديال الدوله. هذيك الساعه انا عاد مازلت في التكوسيل ديالي ما بقى عاجبني حتى شي حاجه وكانت بداتني المراهقه وما غتجيني غير على واحد ولد الجيران كان كبر مني عنده شي 25 عام. المهم خصكم طحت في طيحه وحده وليت كنبغيه وكنصطع ليه وحتى هو بدا عليا بداك الكلمات الحب والغرام داكشي ديال الشاروخان. المهم كنا كنتلاقاو حدا المدرسه كيقول لي انا شوفي هو كل هو كنحيك انا كنبغيك انا ما نعرف شنو كندير. المهم السيد حتى لديك الوقيته مخدام مرتاح كان عنده ديبلوم في التكوين المهني ولكن ما دار به حتى شي حاجه. صافي بقيت انا وياه في علاقه اليوم وغدا العلاقه بدات كتطور حتى النهار اللي وليت البنات فاش ما كيكون معاه حتى شي واحد للدار كندخل معاه. المهم غادي نبقاو اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي غتمشي ليا البكاره وغنفقد شرفي معاه. انا ما تسوقش حيت هو كان كيقول لي انت مرتي والمساله ديال نتزوج بيك غير مساله وقت. النهار اللي نوقف على رجليا غادي نتزوج بيك وتكوني حلالي وديالي وانا كنبغيك وكنحماق عليك. المهم غادي نبقاو حتى النهار اللي تفوت عليا الوقت ديال لاغاكل وما غاتجينيش. مهمتي كانت ردة معايا البال وكانت عارفاني اشنو كنسوى داكشي علاش كانت ردة البال بزاف لاغاكل ديالي. المهم كيف تهطلات عليا كانت جات وقالت ليا اجي لهنايا الصقعه علاش ما جاتكش لاغاكل علاش تهطلات عليك هاد الشهر. قلت لها احقا والواد يمكن البرد يمكن شي حاجه. المهم انايا شدتني التقفقيفه وتخلات وماما بقات ردة معايا البال. دوزنا تقريبا واحد 15 يوم ما نزلاتش وهي تشدني ودتني عند الطبيبه.
كيف مشينا عند طبيبه وانا كنترعد ما كنتش باغا نمشي، حيت كنت عارفه الا داتني غتعرف انني اولا ماشي بنت، وعاد ديك الساعه تقدر نكون حامله حيت وليت كنشك. المهم فاش داتني وكيف قلباتني كانت قالت لماما البنت راها مفضيه، راها مراه ماشي زعما غنقول لك مقيوسه ولا شي حاجه. المهم تبدات كتولول ومازال ما كملاش حتى كتصدم هاد الطبيبه وكتقول ليها ونزيدك لا لا البنت راها حامله. صافي المهم تما طاحت من بلاصتها ما عرفاش ما دير، بدات كتبكي وتغوت وتقول يا ويلي واش غتفتحيني، واش على خير ايامي، غتجهزي لي ولد الحرام في كرشك، واش نتيا تسطيتي، واش انا ضرب عليك سماره باش ديري ليا هكا. المهم نط الحايحه وما خلات فيا غير الحسات، خرجنا من عند الطبيبه وكان شداتني وشنقات عليا وقالت لي شكون هذا اللي دار لك هذا الكرش. انا ما جيت من الاخر، وقلت ليها فلان ولد فلانه. قالت لي واش ما لقيتي شكون، واش غير هذاك الشمور، واش غير هذاك الشمكار، واش تسطيتي الناس يشوفوا الرجال وتجيبي لي شمكار. المهم ما خلاتش ليا من المعيار وقالت لي هذاك ميسوا ميصلاح، واش بغيتي بي، وهادي من هنا وهادي من ليه. المهم هزاتني مشينا نيشان للدار ديال هذاك الدري، دخلات كتردخ عليهم في الباب، حلت ليه ماما قالت ليها شوفي نجيك من الاخر، الولد حمل البنت وبنتي باقا صغيره، يا يدير معها الحل هي البوليس. السيده في الاول بدات كتغوت وقالت لها حنا ما كنعرفوش بنتك، ولكن الهضره فاش دارت وولدها كان قال لها اه انا راه مع البنت وانا اللي زعما انا اللي كنت معاها وراه فقدت شرفها معايا وراها حامله مني، امو كانت خايفه على ولدها من الحبس كانت قالت لها واخا، قالت لها صافي الا بغاو يتزوجوا يتزوجوا. فعلا ديك الساعه ما بقات لا قرايه لا والو، شدوني وزوجوني لهذاك السيد، تزوج بها البنات. وفي اليامات الاولى كنت ساكنه مع دارهم، اللي دوزوا عليا العذاب الاليم البنات، العذاب الاليم، دوزوا عليا الكرفي ديال بصح. المهم دوزت معهم تقريبا واحد 4 شهور ما كاملاش، خرجت من عندهم كان بكي، قلت لماما وحده من الجوج، يا تفكيني منهم يا تقتليني. امي قالت لي دوزي جلسي في البيت حتى يدير ربي تاويل. المهم السيد غادي يجي وغايقول لامي علاش ما نمشيوش نسكنوا في هذيك الدار ديالكم، حيت انا كنت عاودت ليه كل شيء. قالت لي اها وشكون اللي غيخدم، قال ليها انا، حيت هذيك الساعه بدا كيبريكولي. المهم في الاول كانت معكسه ولكن من بعد كانت قالت لينا واخا. فعلا كنا هزينا راسنا ومشينا عاوتاني لهذيك الدويره ديالنا من مورا تقريبا واحد 3 شهور بما خرجوا لها الكراي. المهم مشينا ما داش بزاف حتى انا يخرجش كنولد. صافي ولدت بنيتي، الامور كانت غاديه مزيانه، السيد كان كيخدم واخا كنا عايشين ماشي على قد الحال شي حاجه وما اكثر. المهم غادي ندوزوا واحد الفتره وكانت الامور غاديه، واخا الصراحه كنا عايشين واحد الفقر ديال بصح، يعني كناكلوا داكشي حد في القد باش نحيدو الجوع وخلاص. المهم غادي نبقاو هكاك اليوم وغدا حتى النهار، اللي غادي تجي عندي مرت لوسي وغتقول ليا واش فلانه ما تبغيش تخدمي عند واحد السيده، غتمشي عندها غير جوج مرات في السيمانه تجمعي لها الدار وترفيها، راه السيده ما كايناش وكاينه غير واحد بنتها كتقرا هنايا. قلت ليها اش غادي نقول لك، ما عنديش المشكل الدنيا هانيه، وخاصه ان هذيك السيده البلاصه اللي ساكنه فيها ما بعيداش عليا بزاف. فعلا داكشي اللي كان، وليت كنمشي عند ديك السيده للدار وكندبر على راسي. المهم كانت مسكينه كتعطيني الفلوس ديال الشهر وديما كتعيط ليا وكتقول ليا دخلي وهزي لها داكشي اللي في الثلاجه حيت بنتها ما كانش كطيب، كتقول ليا شوفي داكشي غير كيخسر. وحتى هاد السيده مطلقه، المهم طلقه هي والراجل، والراجل والبنت كانت عايشه مع الراجل وهي كانت زوجت بواحد الراجل واحد اخر في واحد الدوله خليجيه. كانت كتقول ليا شوفي دخلي تقضي لي كيجيب باهره ما عنده عقل هزيها وديها. المهم من غير الفلوس اللي كنت كناخد كنت حتى داك التقضيه معاونه بها. ايوا دوزنا واحد المده اللي كانت مزيانه والقضيه مروجه حتى كنلقى راسي حامله. المهم انا ما نكذبش نقول لكم ما كانش عاجبني الحال، بالعكس كان عاجبني الحال، بس كنقول انا مزوجه غير باش ندير وليداتي وباش نعيش حياتي. المهم هي هذيك بقينا هكاك. الراجل في ديك الساعه كان وقعوا لي شي مشاكل في البلاصه حيت هو كان كيبيع الباعي المتجول، كانوا هذيك البلاصه اللي كيبيعوا في هذاك السوق كانوا حيدوه وبداو كيديروا الكرارات وديما كيجريو عليهم. المهم القضيه تحنسرات واحد شويه وليت انا اللي هزه الدار. هذيك السيده مات هذيك البنت كنت كندوي معاها في التليفون وكنت كنشكي عليها مره وكنقول ليها الظروف اللي عايشاها ومسكينه كتصيفط ليا ما كتخلي ما كتعطيني. المهم خيرها سابق عليا. صافي بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي ولدت هذاك الوليد. فاش ولدت ويا البنات صيفطات ليا الحوايج ديالو من احسن زاد، ما خلات ما صيفطات ليا وكانت خلصتني في دوك اليامات اللي جلست ولي خدامه غير في الشركه. مهم علاقتي مع هذيك السيده كانت مزيانه، انا رد ليها البال البنت ديالها ونطيب ونحط ليها ونوجد ليها وداكشي، وهي راها مهليه فيا وكتعطيني الفلوس. الراجل هنا كانت واحد شويه الوضعيه تحسنات حيت هذاك السوق اللي كانوا ريبو عاوتاني
عاوتاني داروه. المهم ولا عاوتاني كيبيعو كيشري كيدخل داكشي اللي قسم الله، مره يدخل شويه ومره يدخل بزاف ومره ما كاين شيء. ولكن كنقول الدنيا هانيه ماشي مشكل، حتى لهاد الوقيته مامتي راه جالسه في الدار وشاده ليا الوليدات مره مره، اللي كتبري كولي ولا شي حاجه تبيع تبيع وتشري، المهم كل مره وكدير لك شي حاجه. المهم انا ما كاش مسوقه ليها، مازال ما كنتسناهاش تدخل شي حاجه، كنقول مامتي راه معاونانا بهذيك الدار واخا الدار ربا اللي شاريها ليها. ايوا هي هذيك. بقينا هكاك جارين مع ليام. خلاص انا فاش ولدت الولد الثاني ولات مامتي قابلاهم ليا بجوج، وانا كنمشي كنخدم هذوك اليومين في السيمانه، وبعد مرات كيجوني بركولات وحدين اخرين، يعني من غير هذوك جوج ليام كنمشي وكنضرب بركولات حتى النهار. لهذيك السيده اللي مات هذيك البنت اللي خدامه عندها غادي تعيط ليا وغادي تقول ليا شوفي انا راني غادي نفتح، وخاصني شي وحده اللي تقابلني، بغيت شي وحده اللي حاره وثيقه ودرويشه، بغيت شي وحده اللي تحطيها على الجرح عبره. قلت لها واش غادي نقول لك، انا ما كنعرف حتى شي وحده، السيده كدور عليا وانا ما فاهمه حتى شي حاجه. المهم قالت لي المره الاولى، المره الثانيه فاش شافتني ما فهمت حتى شي حاجه قالت لي شوفي انا راه بغيتك انتيا، واش ممكن تجي عندي؟ قلت لها اش غنقول لك، انا ما نقدرش عندي الوليدات وراكي عارفه. قالت لي كنتي قلتي لي ماماك شداهم ليك، شوفي انا غادي نفتح والفتحه ديالي صعيبه، انا في الاول ما كنتش عارفه الفتحه اللي غدير كيفاش دايره. المهم قالت لي راه الفتحه عندي صعيبه وراه ما غنقدر ندير حتى شي حاجه، وانا راه ما نقدر نعول على والو على واحد، وانا بغيتك تجي وتوقفي معايا وتكوني في جنبي، انا راه ما عندي لا خوت لا صحابات لا والو. تخيلي انت واحد الانسانه تكون عزيزه عليك وخيرها سابق، يعني واحد المده يعني راه شي ربع سنين وانا خدامه عندها عند بنتها هي اللي كتخلصني، شي ربع سنين وانا خدامه عندها حتى شي خير ما كينقصني. في العيد الكبير صيفط لي فلوس الحولي، في العيد الصغير صيفط لي الحوايج ديال الوليدات، ولدت وقفات معايا دائما في جميع المناسبات هي اللي كتوقف معايا. نهار اللي وقفات عليا ما قدرتش نقول ليها لا، مشيت عند امي وقلت لها شوفي راه فلانه عيطات عليا وقالت لي تجي عندي، راها غتفتح مسكينه وباغا لي وقف معاها. امي مسي قالت لي اها وشنو كتسناي، سيري السيده درويش الله يعمرها دار. قلت لها وفلان؟ على راجلي زعما. قالت لي شوفي كوني هانيه، راجلك درويش انا غنهضر معاه وانا غنقنعو. قلت لها واخا. المهم جا الراجل في الليل، انا دخلت الكوزينه كنوجد داكشي اللي قسم الله، وهي جلست معاه في الصالون بدات كتحتت هي وياه، حطيت لهم الصينيه. قال لي قالت لي امك غادي تمشي ما غادي تمشي وانايا والدريات. قلت لي شوف راه شنو واقع وشنو واقع، السيده غادي تفتح وطلباتني. قال لي شحال غتجلسي؟ قلت له والله ما عرفت، هي قالت لي جي عندي وان شاء الله ما يكون غير الخير. قال لي شوفي انايا وبغيتكش تمشي، وعلاش غتمشي وحنا ما ناقصينش؟ قلت له انا عارفه ما ناقصينش، المساله ماشي مساله الفلوس، مساله وحده وقفات معايا بغيت حتى انا نوقف معاها. شاف فيا حتى عيا وقال لي شوفي كل ما كانش ديك السيده عزيزه ما نقولش لك واخا، صافي سيري ولكن ما تخرجي ما تدورجي، بقاي عندها غير في الدار وهذا زعما ديك اللعيبه ديالك غير عليا. قلت له سيدي واخا ماشي مشكل. المهم البنات قديت الامور ديالي، الامور كامله مشات مزيان، السيده صيفطت لي من تما كلشي. المهم انا غير قديت داكشي اللي خاصني نقاد، صيفطت لي الورقه ديال الطياره، قطعت ليا، جمعت حويجاتي، كنبكي على بنياتي كتقول لي ماما شوفي ما عندك مناش تخافي، بنياتك راه عندي، انت ديما كتمشي تخدمي وتخليهم عندي، وما كنتي غتمشي عام راه غتضربي عده وتجي تمشي، يعني ما غتعطليش بزاف. المهم تفارقت معاهم بالبكاش، ديت الطياره عاد وصلت لتما، وصلت لقيت سيده مسكينه كتسناني تبوس وتعنق وتقول لي خيرك ما عمرني ما نساه. المهم كيف وصلنا؟ جلسنا في هذيك البلاد تقريبا واحد العشر ايام، ومن موراها غتقول لي غادي نمشيو لتركيا. قلت لها ما درتيش معايا، انت قلتي لي غتفتحي، قالت لي راه غادي نفتح في تركيا كلشي على حسابي غير يلاه. المهم قدات لي الوراق، هي راجلها راه لاباس عليه وعندو تبارك الله الامكانيات ومعروف تما وداكشي. المهم نيشان وصلنا لتركيا، كنلقاو الشافور هزنا نيشان، مشينا لهداك لوبيطال اللي غدير فيه العمليه. السيده راها كبيره، المهم مشات باش دير عاوتاني نيو لوك، تبان دريه صغيره، وفعلا راه داكشي راه خطير. المهم وصلنا عند داك البلاصه اللي غادي دير فيها العمليات، دخلت السيده واجو تفرجوا اش منك يا شد، اش منك يا شفت الدهون، ما خلات ما دارت. المهم بقينا تما لمده ديال شهرين وزياده، من عمليه العمليه 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 قدينا صايبينا هادي 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 هادي، والراجل ها كيجي وكيمشي، وانا كنهضر مع راجلي. راجلي بعدا فاش قلت لي غنمشي لتركيا ما عجبوش الحال وقال لي لا ما درتيش معايا تركيا. قلت له شوف راه السيده غدير العمليه هنا، وراه بغات لي وقف معاها واللي هز معاها واللي حط، راك عارف السيده راه فاتحه وما كاينش اللي غيقابلها، وراجلها اللي غيقدر مثلا يقابلها راه ما كاينش، وهذوك الفلبينيات والبنات اللي خدامين معاها ما طاقتش فيهم، يعني
ما تقدرش انها تجيب معها شي وحده وهي بغاتني انا، وهي كيف ما قالت قالت انا كنرتاح ليك، بغيت شي وحده اللي تهزني اللي نحس الا حطيت عليها الراس عارفه حطاهم على لا لا مولاتي قاده. المهم دوزنا هذيك الفتره، من موراها قالت لي يلا هي ترجعي معايا غادي تدوزي معايا شي يامات ومن بعد نمشي، وحينت اخر قبل ما نجي وكانت عندها واحد العمليه وكانت دوزاتها وباقي كانت مريضه يعني ما كانش قادره دير حتى شي حاجه. المهم داك الشيء راه زوين ماشي ما زوينش ولكن صعيب صعيب صعيب. انا اللي شفت السيده كيفاش كانت كتقطع الوقت اللي بدات كتقطع الجلد الزائد وداك الشيء، هي صراحه ولات بومبا ولات عندها واحد لاطاي واحد لاطاي. ولكن اختي راه دوزات العذاب الاليم من عمليه لعمليه، هي يديها كرشها صدرها فخاضها ظهرها ما خلاتش شي بلاصه اللي ما جبداتهاش. والسيده الا شي لاطاي ديالها مشيش لي سيكاتريس وزقولي بنت 18 عام ومحال يعني راه 18 عام وما عندهاش هذيك لاطاي من غير الكماره نفخات شي وفشات شي وقادات شي. المهم من بعد غنكتشف ان هذا الشيء كامل حيت حصلت راجلها خانه مع واحد الخيتي وصافي قالت لي انايا فكانت تفارق معاه هو كيحماق عليها ايوا قال ليها لا من لا صافي قالت انايا حسيت براسي انني ما بقيتش عاجبه مشات دارت لك العمليات. المهم رجعت جلست معاها في الدار قالت لي غير جلسي انا ديك الساعه صافي الراجل كيقول لي اجي كنقول له واخا 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 وهي راه ولات شويه ولكن ما سخاتش بيا. المهم بقينا هكاك حتى صافي قلت لها انا خصني نمشي راه عندي راجلي وعندي بنياتي بنياتي كيعيطوا عليا كيدويو معايا. المهم السيده غادي تقول لي شوفي انا والله ما سخيت بيك عرفتي يا صاحبتي الا بغيتي تشاوري مع راجلك انت ديما كتعاودي ليا وكتقولي ليا مكرفص اذا بغى يجي هنا راجلي يدبر لي في خدمه وانت هانتي خدامه عندي وندير لكم الدار وزعما تعيشوا بخير وعلى خير حتى شي حاجه ما ناقصاكم كلشي على حسابي. قلت لها لا ما يبغيش قالت لي تشاوري معاه. عيط للراجل قلتها ليه بدا كيقول لي لا وعلاش وكيفاش وكيفاش غادي نجيو امك اشنو غنديروا فيها. دويز مع السيده قالت لي شوفي انا ما عنديش المشكل نجيبك ونجيب امك ونجيب حتى راجلك يعني وليدات كلشي تجيو. قلتها ليه قال لي واش غادي نقول لك ما عرفتش قال لي خليني نفكر. المهم هو جالس كيفكر انا دويز مع السيده قالت لي شوفي غير ردي عليا راجلي بدا في الاجراءات. قلت لها واخا صافي هذيك الراجل جاوبني قال لي شوفي واخا صيفط لينا ونجيو نشوفو عجبنا الحال وهذاك ما عجبناش الحال رجعوا حنا ما غاتري حتى شي حاجه. قلت له صافي اللهم يسر. ايوا الوقت البنات حيت انا صافي ما بقيتش غنزل المغرب هما اللي غادي يجيو. الوقت اللي انايا جالسه كنتسنى راجلها يقاد لهم الوراق وصيب لهم داكشي باش يجيبوهم لعندي فواحد النهار عيطت لماما مع ديك ثلاثه ديال العشيه. المهم عيطت ليها باش نسول على الوليدات كيفاش دوزت النهار ديما كنعيط لها في داك الوقت كتلقاني يلا كملت الشغال. المهم صوني جاوبتني بنتي في التليفون بنتي الكبيره قلت لها كديره لاباس عليك. المهم كنهضر انا وياها ابل فيديو قلت ليها فين هي الميمه قالت لي الميمه راها في بيت النعاس. قلت ليها دي ليها التليفون بغيت نهضر معها من بعد ما دويت مع البنت. قالت لي واخا. ايوا البنت مشات كتجري حتى حلات الباب ديال بيت النعاس والكاميرا كتشوف في البنت ماشي كتشوف الجهه الاخرى يعني الكاميرا ديال السيلفي هي اللي خدامه ولكن سيدي ربي فاش كيبغي يفتح شي واحد كيفتحو. الوقت اللي حلات الباب دورات التليفون يعني هذيك السيلفي جا فوق على الناموسيه ماشي على البنت هي دورات التليفون بس زعما تقول لجداها هاكي دوي مع ماما. انا الدوره اللي غدور كيبان ليا راجلي امي في الفراش بجوج بيهم في واحد الوضعيه ماما كاين ما يتشرح. هما كي دخلات عليهم البنت تخلعوا الراجل حيد المراه مي ناضت دير على ليزر هزت تليفون كتشوفني في وجهها قطعت عليا ديك الساعه على انايا مازال حرت ولا مثلا صافي انا شعلت فيا العافيه. هزيت راسي البنات طالعه كنجري عند السيده كندق عليها الباب دخلت كان بكي نبكي كتقول لي قولي لي مالك كنقول لها شوفي ماما وراجلي كتقول لي اش كتخربقي. قلت لها شوفي انا الشوم بعينيا في ابل فيديو الشوم شوم فيديو فيديو شتوم 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 كتقول لي شتي كنقول لها الشوم بجوج بهم في الفراش علاقه كامله بيناتهم. المهم السيده بدات كتندبح لها كتقول لي اويلي شنو كتقولي قالت لي راه داك التليفون خالتي ما ديرهاش. قلت لها ويلي قلت لها شوفي قسما بالله اذا دارتها. المهم هزت التليفون كتعيط لماما ما كتجاوبهاش صافي هذيك بديت كنبكي 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 وهي كتحاول تصبر فيا وكل شويه كتعيط كل شويه كتعيط كل شويه
حتى امي كانت قطعات عليها التليفون وطفاتو ديك الساعه. المهم انا ديك الساعه صافي الدنيا دارت بيا، داكشي اللي شفتو بعينيا تاكدت منه، وحتى السيده كانت معكده ولكن كانت كتقول لي يمكن كان شي غلط. كنقولهاش من غلط، انا شفت الفيديو بعينيا، ماشي شي واحد اللي قال لي، انا شفتهم البنات. يعني واحد المنظر ما نقدرش نوصفه لكم كيفاش داير. وليت كنقولها قطعي ليا، بغيت نمشي للمغرب، بغيت نقتلهم، بغيت نذبحهم. كتقول لي اش كتخربقي وسطيتي. سيده ما بغاش قطع عليا، وانا كنبكي وكنقول ليها والو غادي تقطع عليا، انا باغا نمشي. المهم سيده شافت حتى عيات وقالت لي شوفي انا ما نخليكش تمشي بوحدك، غادي ننزل معاك. طلبت راجلها طليب باش خليها تمشي معايا. نزلت انا وياها المغرب، وصلنا نيشان المطار، لقينا هذيك بنتها اللي كنت خدامه معاها كتسناني. هزاتنا في الطوموبيل عفطه وحده حتى وصلت للدار. طلعت كندق الباب، كتحل لي امي. كيف شافتني بغات تسد الباب حليته. قلت لها امي غدرتي لي امي وفراشي، اشنو درت ليك؟ علاش درتي فيا هكا؟ كتقول لي لا ماشي هكاك، لا هادي تي فهمتي غلط. لا امي اش غنفهم غلط؟ واش امي مع راجلي؟ واش امي على قله الرجال؟ ماشي حرام عليك؟ قلت لي واش غادي نقول لك؟ الشيطان كيغلب، وانا خليتيني معاه الراس في الراس، وانت اللي ما جيتيش، وانا مراه وانت راكي عارفه داكشي اللي طرا ليا انايا، وهو بوحدو وحداني وانا وحدانيه، وراك تابع لينا المكتب. يا امي مش عارفه شنو كتقولي، اش من مكتب اللي كتب عليك؟ انا النوضه اللي غنوض غادي للكوزينه كنجري باش نهز شي موش، شدتني السيده وكتقولي لي جلسي تبتي. دارت عندها وقالت لها واش هذا الضري كتقولي بصح؟ قلت لها واش شويه انت صافا، واش لاباس عليك؟ قالت لي هذه راه بنتك، ما فكرتي فيها؟ ما فكرتي في نياتها؟ واش جاتك عاديه؟ السيده بلا حشمه بلا حياه. قالت لها انا ما عندي ما ندير، القلب ما يريد، انا هذاك الدري عشقته وبغيتو وبغاني، وهادشي اللي كتب لي الله، والا كانوا غير على الولاد حتى انا راني حامله. انا هذيك الساعه الجهد باش نجبد الموس ولا شي حاجه صافي ما بقاش عندي. تلحيت في لابتوب وكنقول ليها امي واش من نيتك كدوي؟ واش هضره كتقولي فيها بصح؟ قالت لي شوفي انا يا حياتي كامل وانا كنجري على ودكم، انا عييت، انا مليت، انا بغيت نعيش حياتي، ماشي انا اللي اختاريت، قلبي اللي اختار، انا يا هادي انتي مشيتي وخليتيني، انا ما عرفت ما ندير. السيده كتهضر. المهم حنا باقي كنهضروا، عاد دخل مولاي السلطان. السيد كيف شافني جا كيجري، احقا بلاتي نشرح ليك. قلت له واش تشرح ليا؟ اش تشرح ليا؟ تشرح ليا امي حامله منك؟ اش مازال غتقول ليا؟ كيقول لي لا وغير بلاتي نشرح ليك، والله ما قصدنا، وداك الشيء راه ما كناش حنا عارفينه، وانا كنت كنقول لك جي، وانا يا وراه عندي احتياجات وانا راجل. ويبدا كيدخل ويخرج. قلت له شوف اللي بيناتنا ساله او ولد الناس طلقني. هزيت البنات بنيتي ديك النهار، وما بتش نهائيا في ديك الدار، هزيته ومشيت بت عند السيده اللي كانت خدامه عندها عند بنتها. المهم بتنا تما، البكا اللي بكيت وجدي بلي جدبته. كنقول لهم دابا انا غير قولوا لي شنو اللي غيصبرني. السيده كتقول لي شوفي ما بقى عندك ما ديري في المغرب، هزي بنياتك ويلاه. كنقول للبنات كي غندير لهم؟ قالت لي شوفي انا غنهضر معاهم، ما تخافي من حتى شي حاجه. ديك ساعدت الراجلها، قالت له شوف دير لي المستحيل، غادي تجي فلانه هي وليا هي وبنياتها. المهم هزت راسها ومشات عند راجلي، قالت لي شوف غادي تكتب ليا انك نتايا ما عندكش مشكل ان البنات يخرجوا من هنا. قال لها في الاول لا مالا؟ قالت لي شوف بغيتي بالخاطر مرحبا، ما بغيتيش انا مستعده نشد لك احسن محامي في هذا المغرب، وغنثبت عليك الخيانه الزوجيه، ودير ماشي خيانه عاديه، هذه راه شي حاجه اكثر من الخيانه، وديك الساعه غتمشي للحبس، والسيده راه غدي بناتها فين ما بغات، وما عندكش الحق لا تدوي لا تتكلم. مهم الزيارات ديال بصح السيد ما قدر يقول حتى شي حاجه. ديك الساعه كنسنى لها الوراق اللي كان خاصه دفعاتهم، ما كاملاش البنات سيمانه حتى علقت انا وبنياتي من هذيك البلاد. المهم جينا لهنايا، اش غنقول لكم؟ حاولت ننسى، حاولت ناسى غير مؤخرا، مشيت انا وياها للعمره. صراحه هاد السيده لقيت فيها شي حوايج اللي ما لقيتهمش في امي اللي ولداتني، واخا هي ما بعيداش عليا بزاف العمر، يعني بيني وبينها واحد 15 عام، ولكن واحد السيده اللي الله يعمرها دار درويشه بزاف. وصلنا عندها واستقبلاتني وتهلات فيا انا وولادي، ووقفات معايا الوقفه اللي ما وقفاتش معايا ميمتي. هزاتني من مورا هادشي كامل اللي طراه، وقالت لي من عندي غندير لك هوليوود سمايل. فعلا مشات وقدت لي السنينات ودارت لي بالحاله، ورجعنا وحطينا الراس على بعضياتنا، وما غيدوش بزاف حتى غنهز راسي انا وياها وغندوزو العمره، وغادي نرجعوا في ديك الوقيته غيديروا بها الصحابات وغيقولوا لها واش انتي حمقه، واش جايبه وحده مطلقه القلب دارك، واش ما خفتيش من الراجل طيروا ليك، واش هادي حتى انا راه كان عندي حقي في السين. المهم بداو كيعمروا ليها راسها بزاف حتى النهار اللي سيده شكات
وكان جات عندي وقالت لي شوفي انا يا راه دبرت لك في واحد الخدمه، خدمه بالوريقات احسن من الخدمه عندي في الدار. انا كنت فاهمه كل شيء وكنت عارفه بالضبط شكون اللي وصل لها الهضره، حيت اللي قال ليها قال عليها. المهم قلت لها ماشي مشكل، الدنيا هانيه، ما دويتها ما كلمتها، والله يكمل عليها في حياتها، حيت باقي لحد الساعه واقفه معايا. المهم كان دبرت لي في واحد الخدمه عند واحد السيده من هذيك البلاد، ولكن كان دايره سبا وحمام مغربي 100%. وليت انا اللي شاده لها الحمام، انا اللي شاده لها داك الحمام فاسي، حمام غويال. مهم شد لها الحمامات كاملين، خدامة عندها الحمد لله، واكلة شاربة ما ناقصني حتى شي حاجة. والسيدة اللي كانت خدامة عندها في الدار واللي هي اللي جابني لهاد البلاد، باقي لحد الآن علاقتي معها زوينة، تهزني نخرج أنا وياها نمشي عندها للدار، الفلوس كتعطيهم ليا في الهبال، كتقول لي ما ينقصك حتى شي خير، واقفة معايا واحد الوقفة اللي ما نقدرش نوصف لكم كيفاش دايرة. بنتي الكبيرة كتخلص عليها مدرسة بزبالة ديال الفلوس، بنتي الصغيرة الوقت اللي كنكون خدامة كتجي كتقول لي جيبيها ليا، راه عندي الخدامات غير جالسات، كنجلسوا نتجمعوا نضحكوا نهضروا، شحال من مره جابت لي العرسان، غير انا كنقولها خاطيني، كنقول لها شي انا الرجال بصفه نهائيه غسلت عليهم يديا، كيفاش بغيتي لي نثق في راجل وانا يا راجلي طمع عليا في امي؟ يعني هذا الراجل اللي غنتزوج به راه يقدر يطمع عليا في بناتي. انا ما نكذبش عليكم، فاش كنشوف بناتي والخوف ديالي عليهم كنقول كيفاش امي دارت فيا هكا، مازال حتى الساعه ما بغاتش تصرت ليا، باقي لحد الساعه مجروحه بلا قياس، كنقول ما يمكنش هادشي اللي طرا ليا. واخا الحمد لله اليوم عايشة بخير وما ناقصني حتى شي حاجة، بدويرتي انا وبنياتي، بطوموبيلتي، عايشة بخير بخير بخير، غير تداور اللي كناخد في هاد الحمام انا بالخلصة ديالي في المغرب، غير تدويرة هذه كتجي وحدة كتعوميها كتهلاي فيها كتعطيك تدويرة كتطور معاك ديال بصح. وعاد هما صحابات هذيك السيدة اللي كانت خدامة عندها، صحاباتها فاش كيجيو كنتهلا فيهم وانا عزيز عليهم، ما نقولش لك راه الفلوس طائلة كلهم لاباس عليهم الحمد لله، ما ناقصني حتى شي حاجة، ولكن هذيك الشمتة وهذيك الكية ديال امي باقي لحد الان ما بغاش تصرت ليا. كنصنت لهاد القناه كنقول يا ربي يا ربي نسمعي شي كارثه كحله اللي تبرد عليا، نقول الحمد لله راه كلشي فحال فحال وبنادم كامل عايش في المشاكل، ولكن كنلقى بنادم فعلا عنده المشاكل ومقاتل والله يحسن العوان، ولكن كنقول كيتي ما فحال هكيه، غدري ما فحالو غدر، يعني راه الغدر ماشي من البعيد، الغدر من امك. شي انا داك ولد الكلب راه والله البنات ما تسوقت ليه، الخلا والجلا وشطبات عاشوره، الرجال هم الله ما كيجيني ما كنجي تزوج بيه تفارقنا بسلامه بسلامه. بالحق ميمتي هي اللي قطعت لي في قلبي، هي اللي باقي لحد الان كتحرق لي كيتها، ما بغاتش البنات تبرد، دعيو معايا غير تبرد لي ديك الكيه. الغزاله ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم هنا. ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.